طبعا تماشيا مع التوجيهات العامة لدولة قطر وبين قوسين نقول وزارة الصحة بعدم السفر إلا للضرورة، كثير من الإخوان بالفعل نيتهم عدم السفر وأنهم يتوجهون إلى مكاتب السفريات لإلغاء الحجز، ولكن سؤالهم الآن إذا لغينا الحجز هل رح يخصمون من المبلغ دفعناه شيء ولا لا، ويطلبون القطرية أنهم يراعون الظروف الاستثنائية هذه. عشرات الرسائل أيضا تصلني إخواني وخواتي من أولياء الأمور فيما يخص أبنائهم في الخدمة الوطنية، ويسألون سؤال واحد، هل عيالنا بيتمون الخدمة الوطنية ولا بيطلعونهم في الظروف الاستثنائية هذه مع انتشار مرض كورونا؟ طبعا منا إلى الجهة المختصة في أكاديمية الخدمة الوطنية، إذا كان عندهم أي إيضاح أو تفسير نتمنى أن يوضحون لنا ولأولياء الأمور أيضا حتى يكونوا على بينة. أيضا موضوع ثاني توصلني الآن أخواني وخواتي أيضا فيما يخص موضوع أن أنا بألغي حجوزات الفندق الخاص بالأعراس. يقول لك يمكن بعض الفنادق تتفهم الوضع، لكن مشكلتنا في بعض الشركات اللي جهزت حفل الزفاف اللي هي شركات الأفراح، يقول لك إحنا ما نرجع لكم أي مبلغ. فهذه ظروف إنسانية، ظروف غير متوقعة، ظروف قهرية، أتوقع المفروض الآن كل نتعاون في هذا الظرف. هذا مش ظرف عادي أنا قاعد في يوم عادي بس ضرب مزاجي ما بتزوج خلاص بأجل، لا هذا ظرف استثنائي، فأتوقع أن يكون لكم أيضا وقفة إيجابية بما أنكم أيضا أنتم تجار وقطاع خاص. يا جماعة الخير دعما أيضا للصناعة القطرية، هذا مطهر خاص صناعة قطرية نفخر فيه طبعا بروائح متعددة، مطهر ومعقم الأيدي، صناعة قطرية 100%. الله فيها موجودة وين؟ أنا حين موجود في كارفور فرع المرقاب، هذا اللي فوق كله شوفوا هذا كله صناعة قطرية متوفر، حجم 500 ملي. أخواني وأخواتي أتمنى أن هذا الكلام بقوله الآن تنقلونه لإخواننا وزملائنا الأجانب حتى يعرفون أن الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد قطر بخير وطيبة، وكل المواد الغذائية والاحتياجات اليومية متوفرة في الأسواق المحلية كلها، في المجمعات، في البقالات، في السوبر ماركتات، في الهايبر ماركت، اللهم لك الحمد كل شيء متوفر، فلا داعي للخوف ولا داعي للهلع ولا داعي للهجوم هالشكل على السوبر ماركتات مثل اللي شفناه أمس، اللهم لك الحمد كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، وبنفسكم انزلوا وشوفوا. وأتمنى يترجمون هذا كلامي للإخوان سواء كانوا بالإنجليزي أو باللغات أخرى تعرفونها، بلغوهم الحمد لله قطر بخير ودولة عاملة احتياطاتها وعندها خطط بديلة الحمد لله، ولكن لم تحتاج لأي شيء من هذا لأن الأمور طيبة، أرجوكم ترجموا لهم. أتمنى أيضا من الموردين للصيدليات لا تنسون الصيدليات الخارجية، ترى أيضا هناك في سكان وفي ناس ساكنين وفي ناس محتاجين معقم الأيادي وأيضا الماسك، مع أن أنا يعني ما أشجع أن تستخدم الماسك كثير لأنه ما منه فايدة للشخص الصاحي، هو يفيد الشخص المريض، ولكن يعني أيضا لابد من توفيره. فأتمنى اهتمام أيضا المناطق الخارجية الصيدليات الخارجية، لأن تواصلوا معي بعض المواطنين والأخوة المقيمين يقولون إحنا في المناطق الخارجية حسن الصيدليات ما عندها المعقمات الأيادي، فأتمنى كرتونين خليهم 5 كوارتين لنرى أيضا هناك ناس محتاجين. وفي كل الأحوال في كل الأحوال البديل إذا ما عندك معقم البديل هو غسيل اليد لمدة 20 ثانية بالصابون نفس قوة المعقم وأكثر بعد، وكل ما قدرت ولقيت فرصة أن أنت حمام المجمع الشغل المكان اللي انت موجود فيه لقيت في دورة مياه ادخل غسل يدك بالصابون 20 ثانية والأمور طيبة بإذن الله. الله يسعد أوقاتكم كل خير إخواني وخواتي، لجنة المشاريع والإرث بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية الإسكان الحكومي نزلوا إعلان أمس بخصوص مطلوب من أصحاب العقارات سواء شركات أو أفراد
مطلوب منهم أبراج سكنية، وأيضا مطلوب منهم أبراج سكنية أو مجمعات سكنية بشرط تكون مفروشة وتطابق المعايير الموجودة في الموقع اللي حنزل لكم بعد شوية. مدة التأجير 5 سنوات قابلة للتجديد، طبعا مع الصيانة مع كذا، طبعا في شروط كلها موجودة عندكم راح تشوفونها إن شاء الله في الموقع. فهي فرصة اللي فعلا عنده مجموعة شقق، مجموعة فلل كذا بيأجرهم، فرصة استثمارية 5 سنوات قبل التجديد، راح تبتدي في 21 سواء كان المبنى جاهز أو تحت التجهيز أو تحت الإنشاء. موفقين إن شاء الله.